أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة أن مملكة البحرين تشهد وتيرة متسارعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك لدى إلقائها كلمة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 بشأن استعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ أهداف العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018-2028 والذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأشارت الخليف إلى التزام المملكة بتوفير مياه ذات جودة عالية، وذلك وفقا للمعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية، لافتة إلى الجهود والمساعي في وضع السياسات والبرامج اللازمة لحماية وضمان استدامة الموارد المائية في المملكة. واستعرضت الوزير الخليف ركائز الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 والتي تهدف إلى ضمان الإدارة الفعالة للموارد المائية وتوفير الإمدادات المائية المستدامة بالجودة المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية. كما ثمنت الخليف اختيار المملكة أو مملكة البحرين من قبل الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة لها لعرض تجربتها الناجحة بالتقدم المحرز في الهدف السادس لأهداف التنمية المستدامة المياه النظيفة والنظافة الصحية، موضحة بأن المملكة تمكنت بحلول عام 2021 من خفض مستوى الإجهاد المائي إلى 156%، حيث استطاعت أن تخفض 5 عمليات سحب المياه العذبة في العام 2000، كما تمكنت وخلال الفترة ذاتها من زيادة كفاءة استخدام المياه بنسبة 80%، الأمر الذي يؤكد التزام البحرين بالإدارة المستدامة للمياه.